سماحة الشيخ، بداية مع هذا اللقاء الذي يأتي في أيام حملة خفافيش الظلام، حبذا لو تعطون نبذة عن لماذا حملة خفافيش الظلام، ولماذا يعني تسليط الضوء على هذا النوع من الانتهاكات بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية أود أن أقول أن السلطة في البحرين أقدمت على ارتكاب مجموعة من الجرائم والانتهاكات على مدى ما يقارب العامين، ومن ضمن هذه الجرائم والانتهاكات التي وثقها تقرير بسيوني، ما يسمى بتقرير لجنة تقصي الحقائق بسيوني، هو مسألة الانتهاكات، الهجوم على البيوت وسرقة الأموال والاعتداء على الأعراض والاعتداء على حرمة المنازل والأهالي. فلذلك جاءت هذه الحملة، حملة خفافيش الظلام، لتسليط الضوء على حجم هذه الجرائم والانتهاكات التي جرت على شعب البحرين، نظرا لمطالبته بالديمقراطية والحرية. جئنا لنقول للعالم أن هناك جرم كبير ينتهك، وهناك عمل خطير يمارس في هذا البلد العزيز. مجموعة من السرقات يقوم بها رجال الأمن على مدى عام ونصف تقريبا، من خلال إيقاف الناشطين وإيقاف المواطنين في الشوارع أو الهجوم عليهم في المنازل، وسرقة كل ما هو ثمين، بل حتى غير الثمين، حتى الدجاج سرق، حتى أبسط الأمور سرقت من بيوتات الناس، دلالة على خسة من يقوم بهذا العمل. هناك مجموعة من الجرائم، ذكرت مجموعة من الإحصائيات أنه بلغ حجم الجرائم التي يعني أو المسروقات التي حدثت على مدى هذا العام ما يقارب 10 ملايين دولار. على مدى شهرين فقط لحد الآن 270 منزل تم اقتحامهم. نحن يعني أنا شخصيا على الأقل في منزل والدي رحمه الله الذي قتل على يدي هذا النظام، تم الهجوم عليه لأكثر من مرة، وتم يعني ممارسة أبشع الوسائل، يعني هجم على زوجة أخي، هجم على والدتي، على زوجة أبي، على إخوتي داخل دورهم ومحل سكناهم، ومن دون إذن، فقط للتكسير، للعبث بأدوات المنزل ولسرقة ما هو ثمين في هذا المنزل. ما بالك بالآلاف من المواطنين الذين تعرضوا لهذه الجرائم، وآخرها هو الهجوم على البنت الشريفة في إحدى قرى البحرين وهي تستحم في منزلها، هجم عليها هؤلاء الخفافيش خلسة وهي تستحم في منزلها.